أهلا وسهلا، مرحبا بكم على قناة باب كندا، دائما معكم بالجديد. كنشكر جميع من أي بلاد، ما تنسوش وزعوا الفيديوهات لكي تعم الفائدة للجميع. استغلوا الفرصة للهجرة إلى كندا. نعم، هذا كيتكرر، نفس المقولة نفس العبارة تكرر. لماذا؟ لأن كاين نقص يد عاملة كبيرة، كنعاودوها وكنأكدها وكنعاودها وكنأكدها في كندا وفي كيبيك. كيبيك لوحدها 185,000 منصب شغل. كيفاش غادي تعملوا ليها؟ دائما رجوع الحلقات السابقه، كاين شروط، دائما خصكم شروط ماشي تعزيزيه، شروط دو باس، يعني شروط اللي كيطلبوها حتى في البلاد ديالكم. انا كنظن انك بغيتي تشتغل في البلد ديالك، غادي تجي وتولي ممرض انفيرمي، ولا غادي تولي تكنيسيان، ولا غادي تولي كويزيني، ما عندك شروط. كتقرا، عندك دبلوم، كتواصل باللغه ديال البلد ديالك، ولا شي اوتيل خصك فرنسي وانجليزيه، عندك تجربة. دائما الباترون ديالك ولا المشغل شحال كيسولك واش عندك ليكسبيريونس. راه نفس الشيء في كندا، ما كاينش حاجة تعجيزية. عقود العمل، وكيف غادي تشوفوا على الفيديو، راه الناس سائقي شاحنتهم تكلمت عليهم، وكاين حلقة خاصة بهم في الموقع ديال الشركة، كتقدم ليهم مباشرة، وهما لا قبلوا كيعملوا لك الفورماسيون هنا تكوين، حيت باش نجاوب على الناس، لي بيرمي ديالكم دو كوندوير ديال البلاد ديالكم غير معترف بها هنا، سيرتو هاد لي روتي بروفيسيونيل كنسموهم روتي بروفيسيونيل. خصك دير واحد تيت فورماسيون هنا، كاين طلب عليهم، وكاين اكبر ملتقى تشغيل ديال هاد السائقين لي بوالور. كلهم لي بوالور راه فيهم كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 كلاس 4، هادو شرحتهم، ودابا رجعوا للحلقه السابقه. راه كتشوفوا هادشي راه في الإذاعة. ثاني حاجة، كاين واحد الخبر مهم وليميتي، محدود. دائما راه كنقول لكم القوانين بكندا تتغير كما يتغير الجو. حكم التجربة، خرج قرار جديد مفرح، ولكن في أسرع ما يمكن. ما كيهمكمش نتوما خارج البلد، كيهم الناس اللي كيسمعوا الحلقات ديالي من داخل كندا. الناس اللي عايشه في كندا راه كاين واحد الهاجس، وكاين واحد امبريسيون بسيكولوجيك، بغيتو ولا كرهتو راه كاينه ستريس، كاين راك جاي خليتي كلشي في بلادك. اكثريه كنظن 90% حسب ما كنعرف كيبغي يستقر في كندا، كيبغي يعيش في كندا عامين وخدام، كيتاقلم مع الجو، كيتاقلم مع يعني كيندمج، كيولف الولاد كيقراو، يعني كيتولي واحد لا روتين دو في. راك بغيتي ولا كرهتي، راك عامين وانت هنا، راه ما غاديش ترجع لبلادك في اسرع ما يمكن، وغادي تندمج من جديد، كتولي صعيبه. اكثرية عندهم الهدف كيجي هنا باش ياخذ لا ريزيدونس بيرمانونت، الاقامه الدائمه، باش كيولي مواطن من بعد، نفس حقوق باسبور، وكيولي عندك تقاعد. شي ما عارفين واش الناس راك بيرمي ترافاي تمبوريير، ما عندكش بزاف حقوق، ملي كتولي عندك الاقامه الدائمه كيكون عندك حقوق بحال بحال المواطن، الا تصويت والجواز. ما تنساوش التقاعد. الناس راك جون ف كتسمع الحلقات، قادر تعمل بزاف الامور، ولكن ثق بيا، قد ما كتقدم في العمر قد ما خصك تشوف المستقبل، قد ما راه كاين خصك دير دي ان بلانيفيكاسيون كنسميوها هنا، راه كلشي كيتبلانيفيا، يعني غوتريت بونسيون بزاف الامور. والمهن راه فيهم كيف شرحت، راه كاين التقاعد وكاين لا بونسيون، ريجيم دو بونسيون حساب المهنة اللي كتشتغل، كتي في البيبليك ماشي هي بريفي، كتي في شركة كبيرة ماشي هي شركة صغيرة، ريستورون ماشي هي بومباردي كمثال. هادو عندهم اون فون بونسيون، يعني ديال لومبلويور كيخلص لهم 40%، ريستورون كيخلص لك والو. عادشي التقاعد انت ب 2000 دولار من تولي عندك 60 و65 سنة، هو يشد 2000 دولار هذا كمثال، زائد واحد 1300 1400 دولار، يعني يولي شي 4000 وانت تشد 2000. علاش؟ حيت الاخر عنده بون ريجيم. الشيء دابا نشرحو اللي ما كيتقالش والناس ما عارفينوش، هادشي راه مهم. التقاعد ملي كتوصل 60 عام خصك التقاعد، التقاعد مريح باش ما تدخلش الفقر. راه كاين ناس فقراء في كندا، ماشي الفقر ديال الدول الافريقيه، ولكن مقارنه بالناس اللي عايشين هنا راه فقراء، راه كيشوف الحاجه وما يقدرش يشريها، ما كيقدرش يكمل شهر. كاين هادشي في كندا. علاش؟ لان ما عندهمش تقاعد، وما عندهمش تقاعد مريح. كاين تقاعد ديال الدوله ولكن لا يغني، لان ملي كتوصل واحد لاج
خصك تخلص امور 1600 دولار كيعطوهم، كنظن الناس اللي ما عندهمش اللي كانوا على المساعدات الاجتماعيه وغيرها، 1600 دولار كنظن كيعطوهم في الشهر، لا تسمن ولا تغني من جوع هنا في كندا. علاش؟ لان راك تحت الفقر، راه خصك مدخول ديال 2050 3000 دولار وفوق باش تعيش، ماشي غني. غني راه خصك 10000 15 20000 دولار في الشهر باش تشري. راه دي ستاتيستيك ودراسات واش تير معروف الموضوع ديالي. علاش هاد المقدمه؟ نتوما اللي جايين بدي بيرمي ترافاي، دي زيتيديون بيرمي ترافاي، عندكم ليكسبيريونس ترافاي وكتسمعوا الحلقه، راه قانون خرج اليوم، قدم في اسرع ما يمكن ونعطيك سيميلاسيون باش تعرف راسك واش تقدر تقدم ولا لا. علاش؟ باش تحصل على اقامه دائمه ليميتي، سموها مزيان ليميتي. كيف كتشوفوا دائما كنتكلم معكم من غوفرنمون دو كندا، شي خرج اليوم ريزيدون تمبوريير، هادشي اللي قلت ما غاديش نرجع عليه. شنو اللي غادي نقول لكم؟ لا فوا في سيغتان ريزيدون تمبوريير، يعني نتوما اصحاب عقود العمل فيرمي ووفير ومع العائلات ديالكم، داكشي كنظن الهدف والمبتغى والوبجيكتيف ديالكم والحصول على الاقامه الدائمه دون منازع، هادشي راه معروف. نوم دو لوغ فامي، شوفوا هادي كيفاش غادي تعملوا ليها. غادي نعملوا واحد سيميلاسيون، فك هاد الشروط غادي تقدم. ايت فو بريزونتمون كندا؟ وي. ديت نو فو ان بيرمي ترافاي ديتود فاليد؟ وي. انا ما كتهمش خارج الناس كندا، رجعوا المقدمه الله يخليكم سمعوا الفيديو. اترافاي بريزونتمون؟ ديروا وي حيت كتهم الناس داخل كندا. لانتونسيون دو فيفر اليكسيريور دي كيبيك؟ اعمل وي. الا الناس من داخل كيبيك يديروا نو. شوفوا نتوما، انا غنمشيو بسيميلاسيون او واحد كيسمعني من البرتا فانكوفر من تورونتو اي مكان، هادشي راه ليميتي غادي يحبسوه. بوزوي ان اكسبيريونس ترافاي او موان دان نو، وي خدمتي عندك بيرمي ترافاي. بوزوي ان اكسبيريونس ترافاي دو موان ان نو 1500 زار، وي غادي نمشي سريعا حيت باش ما نطولوش الفيديو. واش افي فو اوبتينو ان ديبلوم بروغرام ا دوميسيل ان اتابليسمون دونسينمون ديزيني 1 جانفي 2017 او ابخي؟ وي. هادشي كيهم لي زيتيديون اترونجي ايسي ان انتيريور دو كندا، اي لي جون كيزون ان بيرمي ترافاي فاليد ici au Canada, fermé ouvert, ça changera rien. Passer un test de langue approuvé par de compétences français talent 2 ans plus, mais oui. Quand on est dans le Nord, c'est mieux. Qui est nouveau? Bon, niveau, on va mettre niveau 5 supérieur. Votre test de langue est-il en anglais ou en français? Mais le français. Bon, allez-y. Attends. D'après vos réponses, pourriez être admissible pour un des volets suivants. Avant de présenter une demande, examinez les critères d'admissibilité détaillés chez Blabla, Arfodekchi, Médical, Sécurité, Masqon, Andik Marat, ou Mekonch Andik Savoabekhena. Travailleurs francophones au Canada, soins de santé. Ce volet n'a aucune limite de nombre. Radom Tlobin Daim Mftouh. Nazdil Hassab, la santé, n'est-ce qu'il m'a l'air. Nis Kadrot Kadmou, machin limité. Francophones au Canada. هادشي كيهم، خصكم تقدموا خارج كيبك، ممكن حتى داخل كيبك. داخل كيبك غتشد لكم 3 سنين 4 سنين، كنقولها دائما لو بيك بلا بلا كومبليكي. خارج كيبك 6 موا ان اون تاخذ لا ريزيدونس بيرمانون ديالك. اي واحد كيسمع الحلقات من داخل كندا و عنده العائله و عنده الاولاد ديالو كيقراو هنا، اسرعوا، هادشي راه خرج اليوم. اوني جو كوا لو بون لو 24 25 جو كوا اليوم خرج وغادي يحبسوه. Travailleurs francophones au Canada, essentiellement à la santé, ma quiche limite des demandes. Étrangers francophones récemment diplômés, aucun limite, c'est bon. Comment faire une demande? Chez Koulou sont acceptés. Nombre de demandes qui sont acceptées, 20 000. Travailleurs au Canada, soins de santé. Il y en a un limite, ailleurs de l'Ottawa, là, vous avez besoin. À moi déjà, il y en a 5604 demandes qui sont acceptées. Après, je l'ai au match. Travailleurs au Canada, travailleurs essentiels, acceptez 30 000. Je suis cool, je me suis dit comme 40 000. Maintenant, comment faire un demande? On va cliquer là. On va dire que je suis la demande de résidence permanente. C'est un site du gouvernement du Canada. Quand on a un site du gouvernement du Canada, on a un profil d'IRCOM, clique sécure, ou troll, je vais dire la demande d'IRC en ligne. Bla WhatsApp, bla IAHAD.
تعملوا الراسك، كنتكلم عن الناس داخل كندا. هذا كمثال خرج اليوم غوفيرنمون دو كندا. ما تاخروش، كاينين دي بلاص ليميتي، هذا باش تاخذ الاقامه الدائمه. تقول لي شنو الجميل في هادشي؟ الجميل في هادشي لان كاينين دي كونديسيون باش ملي كيكون عندك ان بيرمي طراي هنا فيرمي ولا اوفير ولا ايزيديون، كاين دي كونديسيون باش تابليكي لا ريزيدونس بيرمانونت. منهم كدير لونتري اكسبريس وكتسنى ديزينياسيون نوميناسيون ديال شي بروفانس، ولا كدير لونتري اكسبريس ديال الفيدرال وكتسنى تشوف البوانتاج ديالك. ما غاديش نشرح هادشي كله، كتسنى يعني انت وزهرك بهاد المعنى، وحساب البوانتاج ديالك وحساب سي بروفانس لا شفت البروفيل ديالك، كتقول لك بون انا نضمن لك وقدم. نو، هاد البروغرام دابا، هاد القانون، هاد الريغلومون هذا اللي عملوه بوليتيك دانتيغي تومبورير فوا داكسي لا ريزيدونس بيرمانونت، الناس راه ما عارفينهاش بزاف، ولكن كونوا سور الازياتي يكون الناس داكشي باه حتى هما مدخلين في هادشي. ما كتحتاجش البروغرام فيدرال ديال نوميناسيون ولا ديزينياسيون، نو، كتقدم مباشره في الشروط اللي عملت. كنتمنىكم التوفيق، عجبكم هذا الفيديو خصكم توزعوا الناس اللي كيسمعوا الحلقات، راه كاينين الناس ما عارفينش هاد الامور هذه. شكرا لكم والى اللقاء.